رانا شاعرين كذا وكشمع هذوك رانا شاعرين بالعقل بالعقل ندوبوا حتى نخلصوا. شوف السعلي الهضره مع المواطنين ماشي مع الشعب، لانه الشعب ما ندير به والو، لا حنا نديروا به، لا الامريكان يدير به، لا فرنسا تدير به. الهضره مع لي سيتوايا، مع المواطن اللي يعرف حقوقه وواجباته ويركرامي في حقوقه، وعلى باله بلي الارض هذه تاعو والبلاد هذه تاعو، وعلى باله بلي الحكم اللي حكمها غير شرعي ولازم يتنظم باش نتهيكلو كثوره نجابه الاستعمار ونرفعوا الدل على الشعب هذا، لانه الشعب يقبل الدل يقبل كلش باش نفهموا. صايفو صافو، كاين فرق بين الشعبي والمواطن، المواطن حاجه والشعبي حاجه. الشعبي ينضرب بالكف ويسكت، المواطن نو كي ينضرب الى رياجي، كي ما يقدرش الى رياجي اون ديريكت اي كومونسي يتهيكل ويتنظم اي كري اون رياكسيون. بصح الشعب نورمال، الشعب نورمال ذبح قتل ديه ديلو بنته ومرته نورمال، شعب هذا شعب لا غال شعب. علاش حنا نقولوا، حنا نقولوا حاجه يا الياس اخويا، نقولوا ان شاء الله يكون هذا المواطن يكونوا حاجه ياسر، وتكون عندنا قدره من عند ربي، خطر الذل هذا راه تجاوز الحدود. ايه شوف سي علي، كانت عندنا مثلا تكوبا سي علي 20 هذه كاش معجزه رابط من عند ربي ان شاء الله، نطلبوا من عند ربي نطلبوا. وليس طاريزون، شوف السي علي كاين واحد المثلة تتعرفها وانا نعرفها دوك نفكرك فيها، هي مقولة لواحد السيد وسموه واري بومدين، قال لهم الكرش اللي ترهني للخارج نبطها، يعني الكرش اللي ترهني للخارج نقطعها بموس. قالها ولا ما قالهاش؟ صح قالها سي قالها. هادوك اللي مكفرين على الشكارة تاع السميد والبوليسية يضربوا فيهم، هادو نقبلهم انا؟ نقبلهم اللي ترخص على شكارة حليب غدوه نقبله ولا نعول عليه ابني بلاد؟ ما يبنيش صحيت برك. دونك حنا نحوسوا على المواطنين ماشي على الشعب، لانه الشعب رايح فيها رايح فيها، اصلا ما يسوى والو ما يصلح لوالو برك. المواطن وين يا الياس؟ اش تريزون طفل قلبو حار، حوزاتو من لا كونتين راح يمشي راح يشوف يدومونتي لي بارون تاعو. قال باباه قالو حوزتني من لا كونتين، قالو علاش؟ قالو ما خلصتش يا وليدي، قالو الله غالب ما قدرت ندير والو ما قدرتش، قالو المعيشه راهي غاليه ما قدرتش نجيب لكم الماكله تاعكم وما نقدرش نوسي هكا. راح يما كيف كي ايماجيني تركي ما صافش لا سوليسيون تاع واش دار، دخل واحد البراكة علق روحو قعد معلق كي راحو صابو معلق. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. راهي خلاص دوك انا شو لي قلبو حار يا الياس، ما ضربنيش على كرشي ما نحتاجهاش كرشي، كرشي كي تغلبني نقطعها. توطافي الا انت ما ضربني على شكارة تاع حليب ولا تضربني على شكارة تاع سميد كون جينا صحاح ونديرو اليد في اليد ما ضربنيش انت تجيب بالي. يا سي علي شوف، انا قلت لكم كاين مثال بسيط، نهار شفت انا الناس مكفرين في السطاد دي جون والبوليسيه يضربوا فيهم واش يغنيوا فيف الميزيريا وفيف سي با كوا. كان انا ستوديون هنايا داري ان جون نقصروا شاف التصاور هذوك، تعرف قال لي؟ قال لي طونطا على بالك بلي حنا كون يضربونا لا بوليس وحنا في اون فيل داتونت. قال لي ما نستناو لا الوزير لا المينيستر، باريس نحرقوها. سمعتي ولا سمعتنيش؟ راني سمعتك بصح كاين حاجه الياس هذا اللي ذاكي وفاضي. شوف استنى الفوط، الفوط الاخر هذا اسمعوا ايها عباد الزوجيتار تاعنا واسمع علي، الفوط الاخر هذا على بالكم باللي لي كروند زونيفرسيتي فرونسيز لي ستوديون واش قالوا ولا ما على بالكمش؟ قال لك حنا فوطينا ميلونشون كيفاه ما خرجش؟ ils ont commencé donc à bloquer les universités tellement France a خايفه من الجامعات نتاعها les نص les examens راح ديرهم اونلاين. من بعد يجي انا جزائري رجله انا خير من القوري، تاخر من القوري تاخر من الشعر وي القوري ربك شك برك شك 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 شك. اسمح لي علي القوري الصغير، اسمح لي القوري الصغير هذا والله اللي مربين هنا اللي نتوما حاقرينهم شكوا قد هك باللي لا فوا تاعهم ما احترموهاش، راهم خايفين من مي 68 فرنسا درك، خايفين يخرجوا لهم لي ستوديون برا. عيبكم لي ستوديون فرنسا كون يخرجوا برا واش صرا بالكم؟
تتقلب لا ريبوبليك ويحبس الفوت ونخرجوا من لا 5 ريبوبليك وندخلوا في لا 6 تاكل بعضها. دونك حطوا رجليكم في الارض بالجهل نتاعكم، اتعلموا من الناس اللي خير منكم وبلعوا فمكم. تفضل سيدي. سيدي اخويا هذا الشعب فاطر وذكي ومواليه، من مواليه ذكيين خاطر قروا ولادهم. حنا عندنا مواليه اللي راهم هنايا اميه وجاهلين ومخلين ولادهم يعرفوا بالكيف ولا دروغ ولا والوسم والصفه والكاشيات، واش راح دير بهذا الشعب هذا يا ابي؟ ايوي مالوريزمون سيدي هذه هي. هذاك اللي كان يضرب اللي كان يضرب راه سرق وباع وخطف وكذا باه جا شرا تيكي وقعد الداخل، كون ما كانش مسطول والله ما يضربوه يا الياس. الله منا تكوي منا تحرق سيدي، منا تكوي منا تحرق. حنا شوف نقول لك حاجه، انا باه ندي لي زيليمون الا كانوا خابطين شوف نديهم كرفسين يصواج نديهم كعبير مدوى، بصح واحد تديه ساطر وشرب الكاشيات ما عندك ما دير به، يضيع لك الوقت باطل. اكزاكت سيدي اكزاكت. نتي شوف هذاك قلت لك هذاك اللي خارج الطركان خبايطي سرارقي وكذا، بالك شويه في الوهي وندي الامل منه ندير رياجي معاه، بصح واحد دروكي واش ندي؟ نديه ندير له رابي طيمو في جيبي باه كي يحبس نعطيلو. اكزاكت. هذه يا صاحبي شوف علاش انا قلت لك ان شاء الله نطلبوا في ليله 27 كاش مع ربي يهبط علينا كاش معجزه ان شاء الله ويفطروا هذو المواطنين هذو المواطنين يديروا اليد في اليد بالك يكفروا يغطوا هذوك الموتى اللي راهم مسطولين خاطر اللي راهم مسطول. انا شخصيته قلت له يبي يندر الوجود يدوا لك مرتك يدوها يهنوني منها واش تهضر معاه انت؟ والو رينا دير خلاص انا درت سكوتش في امي عباك شفت له تاع سكوتش درتو في امي ومشيت انا درتو قلت له ما نزيدش نهضر خلاص ربي جيب ساعة الخير ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم الحمد لله الله يسلمك صح. لا اخوي اصغر بون عندي كيستيون تاع ذا كول بيرتوا واش معناتها ما على باليش vos analyses sur l'histoire zap étrangement l'invasion hilalienne 58 quelque chose que نعاود لك 11e siècle qui a ramené des dizaines de milliers d'arabes et grandement contribué à arabiser la société plus que les conquêtes du 7e. Alors, de Colbertois, sahah malumatk, ce qui a arabisé l'Algérie, c'est les Andalous, les Jaou, les Haussons, Isabelle la Catholique, au Rajul. Maintenant, les Hilaliens, hadou, ils disent qu'ils ont fait un tab arabi dans le Jazair. الهلاليين وبنو سليم قبيلتين حوزوهم من الحجاز كانوا قطاع طرق بعتوهم لمصر ومصر زادت حوزتهم لعندنا. دي كول بيرتوا لما في 5 ملايين أمازيغي يجيوا 5000 ولا 10000 عربي كيفاه يرجعون عرب سيرتو بونديه محاوزين هذه وحده. اثنين اللي يقول لك مئات الالاف انا نقول لهم الخليج اصلا دركا 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 والخليج ما عرف حتى حربه ما عنده حتى حرب نهار دار طيف حرب سيتي مع لي زونغلي كونتر العثمانيين دول الخليج كامله كي تلمها وتعصرها تخرج منها 10 ملايين الباقي بكل هنود بنغلاديش. دي كول بيرتوا اللي قال لك بلي الهلاليين جاو انفازيون جاو محاوزين لاجئين شغل تقول لي درك تاع البوليزاريو هادو اي كي سون بلو نومبرو كو الهلاليين دوك راحين يرجعونا حنا صحاروا في الجزائر هذه اكذوبه تاريخيه يا با دانفازيون. والهلاليين كي جاو باش تكون في علمك كانوا ما يقدروش يتحركوا وما يتزوجوش منا ويسميهم العربان العربية بصح واش صرا سي كو حنا يافي بليزيور رويوم اي لي رويوم اي لي غراند تريبو امازيغ كونت اي موني اون غير كونتر اون اوتر تريبو ايز افي بوزوان دارم ايز اون سوليسيتي هاد لو بتي بوبل اللي جا
de les soutenir par les armes contre هذا contre هذا et à chaque fois en contrepartie يعطيوه le droit de cité يعني الحق انه يعيش في اراضي الملك هذاك ولا القبيله هذيك. دونك اللي يقول لك الهلاليين عربونا راهو غلط.